نور الدين فلاح متواجد معنا هنا باستراليا بملبورن. مرحبا بك نور الدين. خويا كنشكروا هبه بريس اللي الحمد لله هي في مونديال لبؤات هذا المونديال. اول فريق عربي اللي كيتاهل للمونديال هو المغرب، هذا شرف وانجاز. حل المغرب 1970 الذكور اول فريق عربي افريقي المغرب اللي تاهل، وتلاقينا مع المانيا ودابا عاوتاني مع المانيا. نتمنوا ان شاء الله اللبؤات باش يديروا نتيجه مشرفه للمغرب. وخويا هبه بريس تحيه لكم، باش وصلت هنا الا بمساعده الجاليه المغربيه بفرنسا. واحد الانسان مسكين قال لك ما تقول سميتي، تبرع لي بالورقه وقال لي سير هز الرايه المغرب في استراليا، وشكرا ليه. هذا هما الناس اللي كيعاونونا، هما الجاليه اخوتي، راه حتى واحد ما كيعاوننا. والحمد لله احنا في استراليا الرايه المغرب خريطه الصحراء، كل شيء موجود هنا، والاستراليين كيحبونا وفرقنا عليهم الميوات المغرب. وفيف لو ماروك وفيف لبؤات الاطلس، شعارنا الدائم الله الوطن الملك. وكنشكروا السي القجاع الله يطول لي عمره، هو اللي كيخدم هذا الرجل، كيخدم مزيان، كنبغوا حنا خدمته. الله والله ينصر سيدنا الريادي الاول جلاله الملك محمد السادس حفظه الله من سيدني من ميربون استراليا. عاش الملك، عاش الملك. الصحراء مغربيه وتبقى مغربيه. تحيه لبؤات.